السلام عليكم. انت في سلسلة حلقات بقدم لك فيها الأفعال الشائعة في اللغة الإنجليزية or the common verbs in English. إذا عرفت الأفعال دي هتقدر تتعامل بشكل سهل وبسيط في كل المواقف اللي هتقابلك. الأفعال دي أنا مقسمها لك على حلقات، وفي كل حلقة في مجموعة مختلفة من الأفعال، وده حسب المناسبة والوقت. يعني مثلاً أفعال بنستخدمها في فترة الصباح or in the morning verbs، وأفعال بنستخدمها في المدرسة، أفعال بنستخدمها في وقت الفراغ وهكذا. في الدرس ده أنا بقدم لك المجموعة الأولى وهي verbs used in the morning، مع كل فعل في مثال توضيحي مع الترجمة للغة العربية. ويلا بينا نبدأ الدرس. Let's get started. الفعل الأول فعل wake up. Wake Wake up معناها يستيقظ من النوم، يعني أول ما تصحى من النوم بنستخدم كلمة wake up، يستيقظ. Example: I wake up at 6 o'clock every day. I wake up at 6 o'clock every day. Wake up أستيقظ. At بتستخدم قبل الوقت، مثلا at 6 o'clock عند الساعة السادسة. Every day يعني كل يوم. Get up. Get up. Get up أو get up معناها ينهض من النوم، يعني أنت wake up استيقظت. Get up يعني تنهض أو بتقوم من على السرير. مثال example: I get up early to go to school on time. I get up early to go to school on time. Get up يعني أنهض أو أقوم من على السرير. Early مبكرا. To لكي. Go to school. Go أذهب. School المدرسة. Go to school أذهب للمدرسة. On time يعني في الوقت المحدد أو المناسب. Again: I get up early to go to school on time. بعد ما بتقوم من على السرير المفروض إنك بترتب السرير. يرتب السرير make bed. Make bed. Example: I make my bed after I get up. I make my bed after I get up. Make my bed أرتب السرير. After بعد. وإحنا already عرفنا كلمة get up أو الفعل get up معناها ينهض أو يقوم من على السرير. Again: I make my bed after I get up. بعد كده بنغسل أسناننا بالفرشاة. Brush teeth. نقدر نستخدم الفعل clean بدل الفعل brush، نفس الشيء. Brush teeth or clean teeth. Example: I brush my teeth before breakfast. I brush my teeth before breakfast. Brush يعني يغسل باستخدام الفرشاة. Teeth أسنان. My teeth أسناني. Before قبل. Breakfast الفطور. Again: I brush my teeth before breakfast. وده وقت تناول الفطور، time for breakfast. كلمة eat أو كلمة have الاثنين معناهم يأكل أو يتناول. breakfast معناه الفطور. أقول eat breakfast or have breakfast، يتناول الفطور، أي واحدة عادي. example: I always eat big breakfast. I always eat big breakfast. always دائما. eat أكل. Big breakfast. Big يعني كبير أو مضبوط. Breakfast فطور يعني فطور مضبوط. Again: I always eat big breakfast. وبعد الفطور متعودين نشرب الشاي. Drink tea. Drink يشرب. Tea شاي. Example: I usually drink tea after breakfast. I usually drink tea after breakfast. Usually عادة. Drink أشرب. تي شاي. أفطر عرفناها بمعنى بعد. breakfast فطور. Again: I usually drink tea after breakfast. بعد كده هنلبس الملابس استعدادا لليوم الدراسي أو استعدادا للعمل. يلبس الملابس get dressed. Get dressed يلبس الملابس. Example: I get dressed by myself. I get dressed by myself.
get dressed بمعنى ألبس، by myself يعني بنفسي أو بدون مساعدة. Again, I get dressed by myself. بعد ما هنلبس الملابس المفروض هنمشط شعرنا أو هنسرح شعرنا. يمشط أو يسرح الشعر comb hair. comb hair هنا البي مش هتتنطق لأن هي في نهاية الكلمة مسبوقة بحرف الام. Again, comb hair. Example, I comb my hair before I go out. I comb my hair before I go out. Comb, يمشط، يسرح. Hair, شعر. My hair, شعري. Before, قبل. I go out, يعني قبل ما أخرج. Again, I comb my hair before I go out. بعد كده طلاب المدن اللي بيروحوا المدارس هينتظروا أتوبيس المدرسة. ينتظر أتوبيس المدرسة wait the school bus. wait ينتظر the school bus أتوبيس المدرسة wait the school bus. Example, I always wait the school bus at 6:45 in the morning. I always wait the school bus at 6:45 in the morning. Always دائما يعني أنا دائما. Wait أنتظر. School bus أتوبيس المدرسة. اتفقنا إن كلمة at بتستخدم قبل الوقت يعني عند الساعة. In the morning في الصباح الصبح. Again, I always wait the school bus at 6:45 in the morning. ولما يوصل أتوبيس المدرسة أنت بتركب أو بتستقل أتوبيس المدرسة. دي معناه في اللغة الإنجليزية take the school bus يعني يركب أو يستقل الأتوبيس take the school bus. Example, I always take the school bus to school. اتفقنا كلمة always معناها دائما. take أستقل أو أركب the school bus أتوبيس المدرسة to school إلى المدرسة. to معناها إلى school المدرسة. Again, I always take the school bus to school. بعض الطلاب مش هيركب أتوبيس المدرسة ولكن هيروح للمدرسة. هنستخدم الفعل go. go يذهب. to إلى school المدرسة. go to school يذهب إلى المدرسة. Example, I always go to school early. اتفقنا كلمة always معناها دائما. go يذهب هنا أذهب. to school إلى المدرسة early مبكرا. again, I always go to school early. ودلوقتي أنا هقدم لك كل الأفعال وكل الكلمات اللي استخدمناها في الدرس الأول الخاص بالأفعال المستخدمة في فترة الصباح. احنا بنتكلم عن الكومون فيربس او الافعال الشائعه. فيرب يعني فعل وكومون يعني شائع، فلما اقول كومون فيربس افعال شائعه. طيب الافعال اللي اتكلمنا عنها في درس اليوم هي كانت في فتره الصبح in the morning، فبيكون عنوان الجزء ده in the morning common verbs افعال شائعه مستخدمه في فتره الصبح. دلوقتي مهم انك تجيب ورقه وقلم وتتدرب على الكتابه وتسمع وتردد. Listen, repeat, and write. Listen, repeat, and write. Wake up. يستيقظ. Get up. ينهض من على السرير. Make bed. يرتب السرير. Brush teeth. يغسل أسنانه بالفرشاة. ونقدر نستخدم الفعل clean بدل الفعل brush. Brush teeth or clean teeth. eat breakfast يتناول الفطور، ونقدر نستخدم الفعل have بدل الفعل eat. eat breakfast or have breakfast. drink tea يشرب شاي. get dressed يلبس ملابسه. comb hair يمشط شعره. طبعا اتفقنا ان الحرف b اذا في نهاية الكلمة مسبوق بحرف m مش هيكون ملفوظ. come here. wait the school bus. wait ينتظر school bus أتوبيس المدرسة. wait the school bus ينتظر أتوبيس المدرسة. take the bus يركب الأتوبيس. go to school يذهب للمدرسة.
at 6 o'clock. اتفقنا ان at بتستخدم قبل الوقت، معناها عند الساعة. at 6 o'clock عند الساعة السادسة. every day كل يوم. early مبكرا. on time في الوقت المحدد او المناسب. before قبل، وعكس كلمة before هي كلمة after بعد. before and after. breakfast وجبة الفطور. by myself بنفسي أو بدون مساعدة. go out يخرج. always دائما. ودي كانت نهاية الدرس. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن مجموعة جديدة من الأفعال المستخدمة في وقت المدرسة. انتظروني في درس جديد من دروس تعليم اللغة الإنجليزية. I hope you have liked and enjoyed the lesson. Hope you'll be here again next time. See you and goodbye. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.